تشغيل التابعين لقطاع التربية لولاية تشلف. نحن الرافضون للتنازل عن الشهادة، نطالب والي الولاية ومدير التربية لولاية تشلف بالتدخل لحل هذه القضية. ولدينا مطالب مختصرة، وهي أولا إشعار القوائم من طرف مديرية التربية، وهذا أمر مهم جدا لأننا نريد أن نعرف الترتيب. ثانيا تحرير المناصب الشاغرة في الولاية. ثالثا تحويل، نطالب بالتحويل خارج القطاع. الولائية لولاية شلف بالعمل بالرخصة الاستثنائية أو التحويل إلى خارج القطاعات الأخرى كما فعلت باقي الولايات التي سرعت في وتيرة الإدماج أو حتى الانتهاء منه، إلا ولاية شلف رانا متأخرين بزاف. الإدماج نطالبوا بالإدماج حسب الشهادة والمؤهل العلمي مع إحصاء جميع المناصب الشاغرة في كل القطاعات التي يجب، لحد الآن ما خرجوش القائمة أو الترتيب. لماذا هذا التماطل؟ هذا ولا نطالبوا فيه. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.